بن عمار. And this will be the main event welterweight. Three rounds of 3 minutes. Introducing first our fighter, representing the Ukraine. Ladies and gentlemen, please welcome Valery Abramenko. Valery Abramenko, العمر 22 عام. الوزن 65 كيلوغرام. الطول 1.89 سنتي. 25 نزال. 18 فوز. 6 خسارة. 1 تعادل. الآن سوف يقاطع الأسطورة من أسطور الفنون القتالية المختلطة من بطولة الموي تاي. سوف يقاتل الأسطورة التايلندية. And his opponent, ladies and gentlemen, from the red corner, representing Thailand, the legend of Thai boxing, never been defeated for the last 5 years. He loves to dance. Dubai, let me hear it. Here is sensational Sancho. أسطورة الموي تاي. الموتاي الحية سانشاين لم يخسر منذ 5 أعوام ولا نزال. عنده أكثر من 300 نزال احترافي. سوف يقابل فاليري أبرومينكو الأوكراني. راح نشوف هذا النزال اللي بيستنوه الجميع. طبعا لاعب سانشاي لاعب مخادع, يتميز بالسرعة, يتميز بسرعة التنقل من مكان لمكان. عنده حركة مميزة اللي هي الإيد اللي حط إيده على سانشاي كيك. العمر كبير سانشاي, كبير من 37 سنة, 38 سنة تقريبا. دبي متأكد سنسيشنال. قصير القامة لكن قصير المكير. القصير المكير سانشاي يلعب مع فاليري. طبعا هذا شيء كبير بالنسبة لفاليري انه يلعب مباراة مع اسطورة حية من الموي تاي التايلاندية سانشاي. نعم نشوف الرقصة التقليدية الواي كرو. الواي كرو متشوق لهذا النزال. انا كابتن عمار, الجميع متشوق ان يرى سانشاي في الحلبة. طبعا شيء كبير ان يتواجد مثل هذا اللاعب الأسطورة على ارض دولة الامارات العربية المتحدة, ونرفع القبعة الى اتحادها على هذا المجهود ان يجيب هذه الاسامي العالمية, الاسامي التي لها طبعا صولات وجولات في جميع بطولات الموي تاي من القطب إلى القطب. يتواجدون الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي في دانة الدنيا, ممثلة هنا في اتحادها اتحاد الإمارات العربية المتحدة للموي تاي والكيك بوكسينج. والشكر أيضا لمجلس دبي الرياضي على هذا المجهود. كل الشكر والله, كل الشكر والتقدير لكل من ساهم وخلى الموي تاي تصل لهذا المستوى كابتن عمار. طبعا الشكر موصول الى سعادة عبد الله النيادي والى ايضا سالم, الى طارق بن هزيمة المهري رئيس الاتحاد, والى كابتن ياسر سالم طبعا الذي كان له صولات وجولات في ملاعب كرة القدم والان ينتقل الى الفنون القتالية وبالتحديد الى الموي تاي كنائبا لرئيس اتحاد الامارات للموي تاي والكيك بوكسينج. الكابتن ياسر سالم. كمان نشكر اللجنة الفنية مام مصطفى فهد, الاستاذ فهد عبدولي, الاستاذ عمر نعيمي. كل الشكر موصول لكل عضو, لكل شخص بيشتغل خلف الكواليس بيشتغل مع الاتحاد الاماراتي لانجاح رياضة الموي تاي ونشوفها لهذا المستوى. وزي ما حكيت لك كابتن عمار, خلال السنوات القادمة راح تشوف عاصمة الفنون القتالية, عاصمة الموي تاي, تايلاند 2 راح تكون دولة الإمارات العربية. وكل الشكر لشيوخ الإمارات, شيوخ الشيخ منصور بن زايد الداعم الأكبر لرياضة الموي تاي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن الشيء المحزن جبريل أن بعد هذه المباراة راح تنتهي هذه الليلة, هذه الأمسية الجميلة الرائعة التي استمتعنا فيها نحن هنا في صالة أرينا, وأيضا أكيد الجمهور استمتع
خلف شاشات وقنوات أبو ظبي الرياضية. كانت سريعة، يعني كانت النزالات سريعة. إيفنت ما شعرنا بأنه أخذ وقت طويل. ممكن متعة المباريات هي اللي خلتنا. Ladies and gentlemen, this is the main event of tonight, and the referee in charge will be Mr. Yongsak Nasongkhra. هذا الحكم يوسك نسونغرا. طبعا اتحاد الامارات العربيه المتحده للمؤتمر والكيك بوكسينج جابوا حكام من تايلاند، ايضا متواجدين من صاله، شو اسمه الصاله الكبيره اللي في تايلاند المشهوره، اكبر صاله الملعب المعروف في تايلاند. هم في عندهم حكام اجوا من الاتحاد الاف. All right, ladies and gentlemen, Fight Night Dubai, the last fight of tonight. Three rounds of 3 minutes. This is the main event. Valery Abramenko versus sensational Sanchai. الحركة المشهور فيها. أتمنى أن يسويها. اتمنى ان سانشاي يسويها، واتمنى التوفيق لفاليري. حرام طبعا، لاعب صغير السن. صحيح. يعني يعتبر هذا النزال يعني من اكبر نزال الى فاليري. نعم، طلع الان المتعه في رياضه المويتاي. طلع السرعه. يعني دائما تميز بخفه الدم لاعب سانشاي. اسطوره حيه. نعم، متواجد. صحيح. الفرق اكثر من 15 عام بين سانشاي وفاليري. خبره يعني اكثر من 400 فايت لاعب سانشاي. تخيل انت، يعني كان قاعد يشرب ماء الان، ما قاعد يلعب. كل هجوم يعطي تحيه للجمهور. طبعا الاستاد هو اللمبيني، اكبر صاله في تايلاند. نعم. اللمبيني حكام. حكم الرئيسي في اللمبيني متواجد اليوم هنا. نعم. جابه ويتبعها بركبه. طلع السرعه المتميز فيها سانشاي. نعم، الكومبينيشن الجميل من ركلات ولكمات. يعني انك تقف امام لاعب زي سانشاي صراحه، يعني هاي بطوله، يعني هذه شجاعه. شجاعه انك تاخذ الفايت. نعم. وشجاعه انك تتواجد ايضا. نعم نعم. ولكن هذا يسجل في يعني في سجل اللاعب الاوكراني فاليري، انه يلعب مع اسطوره مثل سانشاي. نعم اكيد. وكمان راح يعني تشوف يعني هذه مكسب وخبره للاعب الروسي انه يلعب امام. حلو. هو لاعب، هذه لاعب سانشاي ذكي، يعني يسموه الثعلب على الحلب. سواها الكيك؟ لا 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 لا، ما سواها. لو سواها الجمهور كان ما يعني كان ما سمعتني من صوت الجمهور. كابتن، انا صراحه انتظر انه يسويها صراحه. اتمنى انه يسويها، تسنح لنا الفرصه. دقيقه و13 ثانيه تفصلنا عن نهايه الجوله الاولى بهذا الحدث الرئيسي لهذه الليله. نعم. فاليري من اوكرانيا وسانشاي من تايلاند. هو متميز بالكيك سانشاي بعد المسك، فانت اتوقع كل ما يمسك اتوقع انه يعملها. لينش. نعم، برافو عليه اللاعب الروسي، يعني قدم مستوى جيد حتى الان. يعني الجوله الاولى تنتهي قريبا بعد 38 ثانيه بين اللاعب الاوكراني فاليري بالركن الازرق وسانشاي بالشرطه الاحمر ومن الركن الاحمر. ثقه بالنفس طبعا. جميع نعم. جميع كابتن جميل، اسف، جميع يعني الوسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيونات العالميه تحدثت ان سانشاي راح يلعب في 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 دوله الامارات العربيه المتحده، في دبي فايت نايت. صحيح صحيح. في يوم كان انتهت الجوله الاولى، في يوم كان موجود رئيس اتحاد الايفما، فكان يقول يعني انه انا اجد انه عاصمه الامارات هي الدوله القادمه التي ستنهض في رياضه المويتاي. يعني حكى وهو تايلاندي، يعني قالها بلسانه. طبعا شفت ما شاء الله الدعم اللامحدود من الحكومه، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد، و
ايضا متابعه سعاده عبد الله النيادي وياسر سالم وايضا الرئيس التنفيذي طارق بن هزيم واللجنه الفنيه العبدولي وعمر النعيمي. بدي انوه على نقطه كابتن انه كيف الاتحاد الاماراتي بيحاول انه يصقل ويرفع من كفاءه المدربين الموجودين المتواجدين في دوله الامارات بحيث انهم اصبحوا قادمين اكثر من دورتين لاعداد المدربين ورشات عمل تدريبيه لتطوير المدربين. يعني هذا دل شيء دل على انه الدوله ماشي على نهج ماشي على فكر. ما دام انت زي ما بنحكي نهضنا في الاستاذ او نهضنا في المعلم فاكيد سوف ننهض في جيل جديد. طبعا كل تلميذ راح ياخذ الخبره والعلم من طريق مدربه. الان الجوله الثانيه ثواني تبدا الجوله الثانيه لهذا الحدث الرئيسي لهذه الليله. نعم الجوله الثانيه coaches out the ring please. سنشهاي غريب لا ما بعرف من ايش اجت الاصابه لكن يبدو انها على الانف كابتن كجرح. اول مره اشوف سنشهاي مصاب. هل ممكن ان يسويها اللاعب فاليري من خمس سنوات يكسر ريكورد اللاعب سنشهاي. All right ladies and gentlemen, then we're going to start with round number two. بالنفس. اتوقع الجولة الثانية طلع اسلوب سنشهاي راح يتغير. حلو تفاعل جميل من اللاعب الاوكراني فاليري. يضرب الان ضربة تحت الحزام. سنشهاي يعترض. بفارق الطول بين اللاعبين طبعا. نعم. 289 سنتي للاوكراني. لحمات متتابعة من سنشهاي التحام كلينش الآن. الجار تبع سنشهاي هذه أدفانتج فقط ما فيها بوينت ما في أي نقاط إسقاط على الأرض. محاولة هجوم اللاعب الأوكراني. نعم الأوكراني يعني زي تحسه يهرب من المسك. يعني اظن الاوكراني يجب عليه انه يلعب لكمات صحيح اكثر من الركلات لان سنشهاي دائما اكثر من مره يمسك قدم اللاعب يسقطه على الارض. حتى بالالتحام الكلينش اسقاط متميزين التلميذين يعني كصفه عامه. وتخيل كاسم من اساطير الموي تاي في تايلاند سنشهاي لاعب يعني ذو خبره صراحه. بس برضو انوه يعني اللاعب الكوراني صراحه يعني الله يعطيه العافيه يعني قاعد بيسوي شغل منيح. صغير السن نعم. كابتن جبريل يعني 22 عام فقط. الاطابر على الحلبه بس الحكم يوقف النزال. نعم طلع فرق الطول يعني سنشهاي واللاعب الاوكراني طويل جدا اللاعب الاوكراني. دقيقة وثلاث ثواني تفصلنا عن نهاية الجولة الثانية. بس والله ترى سنشهاي ضربة يعني احس انه اخذ ضربة سنشهاي هي اثرت عليه. شوف اللحظات يجمعها عليها هوك. ابر كات اسف اعطاها ابر كات جميل. ابر كات يمين كان وتتابع مع الهوك الشمال. اتوقع اللاعب الاوكراني قاعد بياخذ ثقة بالنفس اكثر يعني تحس الجولة الثانية مش زي الجولة الأولى. يعني انا شايف الجولة الثانية ثقته بالنفس كثرت تعززت. بلش يهاجم. يعني تحس ان رجليه مصبوبه صب اللاعب سنشهاي. ما لم يستطع اللاعب الاوكراني فلن يسقط على الارض بعد ما امسك. لكن يتابع بلحظات جميله اللاعب الاوكراني. خمس ثواني تنتهي الجولة الأولى. الثانية طب هذا الجولة الثانية أنت متحمس كابتن جبريل الجولة الثانية هذه. الآن الجولة الختامية توصلنا. خمس جولات المباراة النهائية. الجولة النهائية المين ايفنت على الأغلب أنها خمس جولات. لست متأكد كابتن عمار لكن بالعادة هي بتكون خمس جولات. سوف نتأكد إذا كانت خمس جولات. سوف نتأكد من حكامنا. Oh,
ثلاث جولات كابتن عمار. الجولة للأسف سوف ينتهي هذا هذا الحدث فايت نايت دبي بآخر جولة، ولكن تبقى ذكرى هذا الحدث الجميل، ويبقى الأمل في طبعا بطولات قادمة في المستقبل بإذن الله منبثقة من اتحاد الإمارات للمويتاي والكيك بوكسينج. سعادة عبد الله النيادي نائب رئيس الاتحاد الإمارات ونائب الرئيس الأستاذ ياسر السالم. اللاعب الأوكراني متحمس نفسه، وصراحة يعني يشار له يعني بالقوة انه كابتن مع سانشاي يكمل ثلاث جولات. Okay, coaches out of the ring. Ladies and gentlemen, Fight Night Dubai. We are preparing ourselves for the third and final round. كمل الجولة الثالثة، يعني شيء جميل صراحة يشار قبل اللاعب التايلندي. اللاعب الأوكراني صراحة حتى في الجولة الثانية أدى أداء يعني جميل جميل صراحة، يعني كان ولسه ترى راوند 3 يسوي شيء يمكن يعني أشوف خليني أشوف كابتن خليني أشوف يعني شيء صراحة يحيرني والله، بس صدقا جمهورنا يعني شهادة النزال يعني مباشر من الحلبة أجمل بكثير من النقل التلفزيوني غير تحس أنك أنت يعني تشوف كل التفاصيل، تشوف حتى يعني المياه تتطاير من أجسام اللاعبين يوم يكونوا يوم ركلة أو لقمة. نعم نعم صحيح كابتن عمار، الالتحام مع الكلينش مع المين الجولة الأخيرة، يعني اللاعب الأوكراني أصبح يعني يريد يضغط، يمكن العمر كابتن أيضا لعب سانش خلي العمر أمام الخبرة كابتن عمار، شو توقعاتك الخبرة؟ لا خبرة أكيد، ولكن يعني أشوف لكمات جميلة من اللاعب الأوكراني. نعم لكمات جميلة مستقيمة ستريت كيك جميلة من سانشاي. نعم صحيح، يعني ما زالت السيطرة لسانشاي، لكن زي ما قلت لك كابتن عمار يعني زي ما تاريخ يكتب له اللاعب الأوكراني وخبرة يستفيد منها، يعني هذه يمكن يصور صورة ويحطها في يحطها يعني باك جراوند الموبايل او على صورة الانستغرام او الفيسبوك انه لعب في يوم من الايام مع سانشاي. نعم نعم صحيح، ما سوى الحركة جبريل سانشاي، انا صراحة توقعت انه يسويها انه يمتعنا في ركلة سانشاي المشهور فيها، ما سواها، وفلاي دي ما سواها ايضا، ما سوى الفلاي دي المشهور فيها ايضا. دقيقة فقط وعشر ثواني هي المتبقي من حدث هذه الليلة من دبي فايت نايت، الحدث الاحترافي الثاني المنبثق من مظلة اتحاد الامارات العربية المتحدة للمويتاي والكيك بوكسينج هنا في دانة الدنيا دبي. اسقاط يعني ادفانتج يعني هي السيطرة واضحة على سانشاي، الكنترول على الحلبة، التحكم باللاعب، يعني هجوم فعال، لكن اللاعب الاوكراني ممتاز يعني صراحة له مستقبل اذا اكمل المسير. اوه حلوة للبوك. نعم 30 ثانية تفصلنا عن نهاية المباراة كابتن عمار، وتفصلنا عن نهاية هذا الحدث. صحيح حدث جميل. مرتاح يعني يسكت ومرتاح اسمع صوت الحلبة غير يعني لازم المخرج يعيدها، يعني مخرجنا كلهم يستنوا هذه الحركة. أخيرا سوى يعني شاي كيك اخيرا تسوي وتنتهي اند اوف ذا ماتش. روح رياضيه يعني من اللاعب الاوكراني، وصريح يعني صراحه انا انوه انه اللاعب هذا الاوكراني لا مستقبل، ونرفع القبعه والعقال العربي الى الاوكراني والى سانشاي على هذا النزال. نعم. وهذه
حتى يعني هو اتوقع انه خسر لكن مبسوط اللاعب الاوكراني قدم نزال مثل هذا النزال انه يلعب مع سانشاي مع هذه الاسطوره الحيه للمويتاي هنا في دوله الامارات العربيه المتحده. اتمنى ان الجمهور يكون استمتع معنا في الصاله وخلف قناه ابو ظبي الرياضيه. اترككم الان على امل العوده. اوكي زميلي عمار نشوفك على خير. اشوفكم بالاستوديو بعد قليل. يعطيك العافيه ونشوفك على خير كابتن عمار. نشوف الان تسليم الحزام للاعب سنجهاي. سيقوم بتسليمه الحذاء للفائز في هذه المباراة. نرى أنها تسرع بالقرار لكن يعني نقول انه مباراة سنشهاي. We have the score of the judges. Judge number 1, 30, 28. Judge number 2, 30, 27. Judge number 3, 30, 27. The winner on points from the red corner. Sensational Sanshahai. ونشوف سعادة عبد الله النيالي صعوده على الحلبة لتسليم الأسطورة سنشهاي حزام البطولة الـ EFN. نعم. Yes, ladies and gentlemen, the winner of the main event, Sensational Sanshahai. مبارك للبطل سنشهاي الأسطورة سنشهاي. والحفل الختامي لهذا الحدث. ومن هذه المنصة أشكر الاتحاد الإماراتي للمولتاي والكيك بوكسينج على هذا الحدث المميز وعلى هذه المنافسات التي دائما يعني يجعلوننا نستمتع بها من سعادة عبد الله النيادي حتى المدير التنفيذي سعادة الأستاذ طارق مهيري ونائب رئيس الاتحاد ياسر السالم وأعضاء اللجنة الفنية الأستاذ عمر العدولي وفهد فهد العدولي وعمر العيني كل الشغل والتقدير من الاتحاد الإماراتي وجزاكم الله كل خير ويعطيكم العافية. جمهوركم مبارك دبي سبورتس كونسل من الاحتفال ننتقل إلى الزميل عبد الله النيادي كل الشغل والتقدير I production studios, the people in the middle of the scenes, especially also Bassam, Sumio, Jessica, and all other people. And by the way, Jessica, happy birthday. My name is Jerome Bosman. Dubai, I have to say one thing. Shukran wa ma salama. See you next year. Bye-bye.